جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، إذا ما أقيمت الصلاة والإنسان في أثناء الطواف أو في أثناء السعي، بماذا توجهونه شيخ صالح؟ إذا أقيمت الصلاة والإنسان في أثناء الطواف أو في أثناء السعي فإنه يصلي، صلي مع الجماعة، فإذا سلم فإنه يستأنف الشوط الذي صلى فيه ويبني على الأشواط التي قبله. نعم، بمعنى يعتد بما سبق من الأشواط. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.